بعد أن بلغت الثمانين فكرت أنه لم يبق ما ينفع أو يعين، لكن ذاكرتي أبت أن تستكين، فالتجأت إلى القلم به أستعين، فكتبت ما أحمل من مشاعر عشتها سنين، دفنتها في القلب منذ ذلك الحين، هي مزيج من السعادة والأنين، تحملتها بصبر وجلد من أجل البنين، ولما لم يكن هناك من معين استنجدت بالله رب العالمين، فهو الصديق والرفيق الأمين الذي يساعدنا إن كنا مؤمنين، ولولاه لسقط الناس أجمعين تحت رحمة الإنسان الذي لا يستكين عن القتل والبطش وتغير القوانين، كما يحلو له ليحكم الناس أجمعين. بعد أن بلغت الثمانين فكرت أنه لم يبقى ما ينفع أو يعين،